بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الأستاذ الدكتور صفا محمود السيد رئيس جامعة سوهاج، السادة عمداء الكليات، الأستاذ أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور هاني جعفر مسؤول التواصل بالجامعة، الأخوة الزملاء، مرحبا بكم في المدن الجامعية، ونشكر لكم تلبيتكم الدعوة، ويسعدنا أن نرحب بأبنائنا الطلاب الجدد والقدامى، ونتمنى لهم عاما دراسيا مليئا بالتوفيق والتفوق. ولا بد أن ينسب الفضل لأهله، فقد أصر السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على أن تقوم المدينة الجامعية هذا العام بتسكين أكبر عدد ممكن من الطلاب، وبالفعل تم تسكين هذا العام ما يقرب من 4000 طالب وطالبة، منهم حوالي 700 طالبة بمدينة الكوامل، عملا على راحة أبنائه وبناته الطلاب. كما أننا لم نتقدم لسيادته بأي طلب يدعم العمل بالمدن الجامعية، فهو يلبي لنا كل احتياجاتنا ونشكر له ذلك. ولنا رجاء عند أبنائنا الطلاب أن يحافظوا على مدينتهم لتكون نظيفة وتكون العمل فيها منتظم، وإذا كان هناك بعض السلبيات فلنا عندهم رجاء أن يصبروا علينا حتى نتلافى هذه السلبيات. هناك شكاوي من الطالبات بمدينة الكوامل عن المياه وغير ذلك، والجامعة على حسب علمي تقوم بإنشاء محطة كبيرة لترقية المياه بالكوامل، كما أن المدينة الجامعية بدأت إجراءات إنشاء محطة تنقية، ووصل الأمر إلى الإدارة الهندسية، وجميع العاملين بالمدن الجامعية يبذلون قصارى جهدهم في سبيل تذليل كافة الصعاب التي تواجه أبناءنا الطلاب. ونتمنى لكم عاما دراسيا موفقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.